السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. موضوعنا اليوم على هذا الشاسي أو طابلو، يعني تلفاز سوني. هيا سوني، مكتوبة هنا سوني. قبل أن أبدأ في إصلاح المشكل، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. أريد أن أشكر جميع المشتركين في القناة تلفاز سوني. يوجد فيها مشكل، يعني لا تشتغل، يعني لا تي لم تشتغل. سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء. بسم الله، لمبة أحمر تشتغل وتنطفي، يعني الفولت خرج. سوف أقوم بقياس الفولت لكي أعرف سبب عدم اشتغال التلفاز. أول شيء أقوم به هو قياس 136 فولت موجودة التي تتغذى عليها تي اتش تي موجودة. سوف أقوم بقياس الفولتاج هنا. هنا لا يوجد شيء في هذا الرجل. سوف أقوم بقياس على الديود. يوجد هذا الديود توجد فيه 19 فولت، ويوجد آخر هنا توجد فيه 19. الفولت الخاص بالبروم موجود. سوف نبحث عن الفولت الذي لا يوجد. 7 فولت ايضا موجودة، الديود الخاص ب7 فولت. سوف نبحث عن فولت الدرايفر. سوف نبحث عن الدرايفر اين يوجد، ربما المشكل ها هو الدرايفر. هنا توجد مقاومة ربما محترقة. سوف أقوم بالقياس على الدرايفر. ها هو الدرايفر. الدرايفر لا توجد فيه أي فولت. سوف ها الترانزستور الخاصة بالدرايفر أيضا لا يوجد فيها أي فولت. سوف أقوم بتتبع مسار الفولت الخاص بالدرايفر. ها هو الدرايفر، من هنا إلى هنا إلى هنا. هنا لا يعطي الجرس، لا أعرف لماذا. إلى هنا إلى هنا. إلى هنا إلى هنا هنا إلى هنا، يعني إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هاد الرجل في تي اتش تي. سوف نقوم بتتبعه، يعني إلى هنا هنا إلى 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 هاد الرجل ديال تي اتش تي، يعني الدرايفر يتغذى من تي اتش تي. يعني حتى تشتغل التلفاز، يعني سوف أبحث هنا. سوف أقوم بنزع هذه المقاومة محترقة، على ما أظن مقاومة فيوز أو في زبل. سوف أقوم بنزعها وأجرب. ها هي المقاومة محترقة، لا يظهر فيها شيء، ولكن على ما أظن 100% سوف تكون مقاومة فيوز. سوف أقوم بتغييرها بمقاومة فيوز أو في زبل. سوف أقوم بتغييرها بمقاومة فيوز. سوف أغيرها بهذه المقاومة، مقاومة فيوز.
دقيقة. يوجد فيها الجرس. سوف أضعها فوق الشاسي، ومن بعد أضعها داخل الشاسي. ها هو مكان المقاومة. الآن سوف أجرب. بسم الله، الآن اشتغلت. أسمع صوتي، أشتي سوف أقوم بقفل الكهرباء. الآن توجد الكهرباء، يعني هذا الدريفر يتغذى ب 134 فولت، ليس 24 فولت. ها هو الآن اشتغلت. سوف أقوم بقياس الفيرتيكال. الفيرتيكال أيضا يوجد الفولت. هل يقوم بالخروج؟ ها هو الخروج ديال الفيرتيكال أيضا يوجد. الآن تم إصلاح المشكل. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.